السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بتمام الصحه والعافيه، ويا رب يحفظنا ويحفظ ولادتنا ويحفظ الامه الاسلاميه كامله. قولوا امين يا رب العالمين. الله يبعد عنا الاذى يا ربي يا ربي. كنتمنوا من القلب ديالنا، دعيو كثروا من الدعاء في هاد الايام. يعني الانسان خصو يدعي دائما، ولكن نكثروا من الدعاء والاستغفار، وان الله غفور رحيم. دابا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. في المقادير غنحتاج يطرو ديال الحليب، نضيف نص يطرو، وغنحتاج جوج علبات ديال الفلو ولا البودينغ. بالنسبه لهاد العلبه يعني كل وحده كنديروها في نص يطرو ديال الحليب. غنحتاج نكهه ديال الموز ولا البنان، نص كاس ديال السكر ما يعادل 80 غرام. بالنسبه للسكر فهو كيبقى حسب الذوق، يعني ملي كنحضر العصير كندوقوه ونشوفوا يعني واش خصنا نزيدوا الحلاوه ولا لا، لان السكر كيبقى حسب الذوق. كاين اللي كيعجبو العصير حلو، وكاين اللي كيعجبوه كينقص من الحلاوه. بسم الله نخلطوا العناصر. دابا غنوضع الاناء ولا الكاسرونه على النار مع الاستمرار في التحريك. في هذه المرحله يعني ما كنوقفوش التحريك نهائيا، كنبقاو هكا كنحركوا باش ما يلصقناش هكايا الخليط في الصال ديال الكاسرونه. نخليو الخليط حتى يوصل للمرحله ديال الغليان، يعني تيكون قريب يفيض، ونحسبوا له 3 ديال الدقائق. وعاد كنحسبوا له 3 ديال الدقائق. بالنسبه لديك 3 دقائق فهي ضروريه الا كنا غنديروا الفلو هكايا في التليفات او العصير، لان داك 3 دقائق هي اللي كتخليه شويه يتخلص من داك البكتيريا. المهم دابا غنوضع الخليط على النار وغتشوفوا معايا جميع المراحل. كما كتلاحظوا معايا بعد ما كيوصل الخليط للمرحله ديال الغليان ولا يعني قريب يفيض، كنقصوا يعني الشعله كنخليوها مهيله، وكنحسبوا له 3 ديال الدقائق مع الاستمرار في التحريك. وهكا الخليط ديالنا اصبح جاهز. دابا غنطفي عليه. من بعد ما اصبح الخليط جاهز دابا غنكبوه هكايا في شي اناء اللي كيكون كيستحمل الحراره. يمكنكم كديروه في شي زلافه، المهم تكون هكايا كتستحمل السخونيه باش ما تطرطقش. دابا غنخلي الخليط على جناب ونخليه حتى نخفض الحراره ديالو، يعني ما يبقاش سخون. نقيسو هكا في الاناء، نلقاو هكايا دافي ماشي بارد يعني بزاف، المهم بقاو هكا دافي. عاد ندخلو الثلاجة. يمكن لكم تحطوه في الجهه التحتانيه وتخليوه حتى يبرد. الا كنتو هكايا مزروبين حطوه في المجمد نص ساعه هكايا يكون جاهز. المهم دابا انا نخليه في الثلاجة حتى يبرد ونتلاقاو ثانيه. بالنسبه لهاد اللقطه فانا كنعتذر بزاف، صورت اللقطه ودرت كل شيء وهضرت، ومنين جيت نشوف يعني في التليفون لقيتو ما تصورت حتى حاجه. انا هنايا من بعد ما فلا الفلو يعني خليته حتى برد، درته في الكاس ديال مولينيكس وضفت عليه واحد الكميه ديال الحليب وواحد الحبه ديال البنان. انا نوريكم القشور ولا ديال الموز، قطعتها طريفات صغار وضعتها هنايا. بالنسبه للسكر يعني ما ضفتش، اما بالنسبه للكميه ديال الحليب فهي كتبقى نتوما يعني كيفاش بغيتوا العصير، واش ثقيل ولا خفيف، نتوما كتحكموا يعني في الكثافه. وحتى بالنسبه للحلاوه يعني كتذوقوا العصير وتشوفوا يعني واش باقي خصكم تزيدوا السكر ولا كتكتفيوا بديك الكميه اللي درت انا في الاول. انا هنايا ثاني غنذوقوا وغنشوف يعني واش غنزيد ولا لا. ومره ثانيه كنعتذر بزاف كما كتلاحظوا معي، يعني بديت نطحان والهضره وهذه وهذيك في الاخر ما تلقى والو. المهم الله يرزق الصبر وصافي. المهم دابا غنكمل بالطحين. بسم الله. وهذا هو العصير من بعد ما طحنته. دابا غنوريكم كي جا القوام ديالو. بسم الله كما كتلاحظوا معي فهذا هو العصير من بعد ما حضرناه. دابا غنشوف القوام ديالو كي جا. بسم الله. بالنسبه للقوام ديالو كما ذكرت لكم من قبل، يعني نتوما كتحكموا في القوام. الا بغيتوه ثقيل يعني اكثر من هكا ممكن تضيفوا له الحليب. اما بالنسبه يعني الكميه ديال الحليب اللي خدام معايا انا يعني في الطحن فهو نص يطرو وكاس ديال العنبه، وحصلت على هذا القوام. يعني قوام رائع كما كتلاحظوا معي، يعني خاطر. واللي مميز في هذا العصير يعني واخا تحتفظوا به يعني ما كيتغيرش يعني اللون ديالو، ويتاكسد كيبقى اللون ديالو يعني بحما هو. واللي تذوقوا يعني مثل الموز تماما، يعني البنان كما كنقولوا حنايا، يعني المذاق ديالو هائل فعلا. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر. وفي الاخير يعني كيبقى هكايا عواصر، يعني كاين بزاف ديال الانواع، يعني فقط هذه كتبقى فكره. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم تجربوها. وهكا ما بقى لي الا نودعكم، ومره ثانيه كنعتذر بزاف على اللقطه اللي تسوبريمات لي من التليفون، ما عرفتش يعني كيفاش في الحقيقه تصدمت. مهم نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم ولا الفكره ديال اليوم. اذا عجبتكم كما العاده ما نساوش شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. اذا كنتو جداد اشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديد. دابا ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر فكرة ثانية. مع السلامة.